جد حجم كرة قطرها 14 سنتيمتر. فإذا كان لدي كرة، هذه ليست مجرد دائرة، هذه كرة كالكرة الأرضية أو ما شابه، سوف أظللها قليلا حتى ترى أنها ثلاثية الأبعاد، معطى لنا قطرها. فإذا سرنا من أحد أطرافها حتى المنتصف بشكل مستقيم، فإذا تخيلنا أننا نستطيع النظر في داخل الكرة ومشينا بشكل مستقيم، فإن المسافة هناك سوف تكون 14 سنتيمتر. الآن حتى نجد حجم الكرة سوف نثبت ذلك، أو أنك سترى إثبات ذلك فيما بعد عندما تتعلم التفاضل والتكامل. قانون حجم الدائرة هو V تساوي 4 على 3 باي R للقوة 3، حيث أن R هي نصف قطر الكرة، وهم أعطونا فقط القطر، وكما في الدوائر نصف القطر يساوي القطر على 2، وفي هذا المثال نصف القطر يساوي 7 سنتيمتر. إذن الكرة هي مجموعة النقاط في الاتجاهات الثلاثة والتي تبعد مسافة نصف القطر عن المركز. دعونا نطبق قيمة نصف القطر في المعادلة هنا. فلدينا هنا الحجم V تساوي 4 على 3 باي ضرب 7 تكعيب أو للقوة 3. سوف أكتب ذلك باللون الزهري، 7 سنتيمتر للقوة 3. وبما أنها تتضمن باي نستطيع تقريبها إلى 3.14%، البعض يقربها إلى 22 على 7، وعمليا نحن نحسبها باستخدام الآلة الحاسبة للحصول على قيمة دقيقة للحجم. فهذا سوف يكون الحجم، سوف يكون 4 مقسومة على 3. لا أريد وضع باي هنا لأنها يمكن أن تفسر 4 مقسومة على 3 ضرب باي. إذن 4 مقسومة على 3 ضرب باي ضرب 7 للقوة 3. بما أن الأولوية للقوة على الضرب فإن هذا سيعمل بشكل صحيح، والوحدات سوف تكون بالسنتيمتر المكعب، والنتيجة هي 1436. لم يطلب منا تقريبها لخانة معينة، لذا سأقربها لخانة عشرية واحدة، نحصل على 1436.8 سنتيمتر مكعب، وانتهينا.